اللغة العربية والتحديات العربية. ومن أجل التحديات العربية ومن أجل إن إحنا كمصريين أن نواكب التقدم المنشود الذي يسير به العالم، فالعالم اليوم أصبح يسير في اتجاه الإلكترونيات وفي اتجاه التعليم الذكي من خلال الأندرويد والآيفون وخلافه من الأجهزة. لذا تقدم الجمعية هذا العام أول برنامج كامل متكامل لتعليم القراءة العربية عبر التطبيق الذكي اللي هو على الأندرويد إن شاء الله. البرنامج متكامل يحمل في الأنشودة، يحمل الفعل مع الجهاز التعليم بالألوان من عالم القراءة من خلال الألوان. أيضا هذا البرنامج يعني يحتوي على جميع ما يخص تعليم القراءة العربية من الأبجدية العربية من الحروف حركات المدود من خلال التنوين الشدة السكون. فالحمد لله البرنامج متكامل ونتمنى أن ننفع به. أساس البرنامج معتمد على الأكاديمية المهنية للمعلمين كبرنامج تدريبي للمعلمين، لكن تحول إلى برنامج عبر الأرواحيق لتعليم ونشر اللغة العربية في العالم، خاصة إن في ملايين من العرب يعيشون في بلدان غير عربية، والجيل الثاني والثالث والرابع لا يعرف اللغة العربية. وهذه المناسبة أيضا اليوم هو اليوم احتفال باليوم العالمي للغة الأم، ولغتنا الأم هي اللغة العربية، هي لغة أهل الشارع، هي لغة القرآن، هي لغة العروبة، ونتمنى أن نحافظ عليها. وهذا دين في رقم كل شخص سواء كان متابع أهلي أو حكومة أو منظمات أو أشخاص. طب التطبيق ده هيكون مجاني ولا هيتحمل بفلوس؟ ان شاء الله التطبيق هيكون مجاني بفلوس. مجاني. طب هل انت تعرفوا ان في اليونسكو مبادره التعليم عن طريق التكنولوجيا، هل سجلتوا الاختراع في اليونسكو او التطبيق؟ لا، مش سجلت الاختراع او التطبيق في اليونسكو. احنا دعينا اليونسكو عشان يشرحوا لنا منتديات المعرفة سيقام في الدوحة تحت رعاية اليونسكو، أنت عارفة المعلومة دي ولا لا؟ أنا لا أعرف هذه المعلومة، إحنا منظمة مجتمع مدني وبنكون بنتعامل بحساسية شديدة مع بعض الدول اللي ممكن يكون في مشاكل سياسية في الوقت الحالي، حتى لا نوضع في يعني عدم تعاون من خلال الوزارة عندنا، فكل عملنا بيكون من خلال المظلة ألا وهي وزارة التضامن الاجتماعي. فلذا نحن